صباح الخير، يعطيكم العافية شباب. أني question، في أي سؤال على اللي غطيناه امبارح؟ أوكي، إذا الأمور واضحة. إذا بتتذكروا احنا امبارح بلشنا نحكي بموضوع ريليتد للسمبليفيكيشن لللوجيك فانكشنز وايجاد لوجيك اكسبريشن للفانكشنز باستخدام الكي ماب اللي هو موضوع الدونت كير كونديشنز. وحكينا فكره الدونت كير كونديشنز انه في بعض الفانكشنز ممكن يكون حسب طبيعه عملها، حسب طبيعه الاوبريشنز اللي بتسويها، انه يكون عندي بعض الكومبينيشنز كانبوت كومبينيشنز may never happen، او انه الاوتبوت فور سم اوف ذا انبوت كومبينيشنز از نوت سبيسيفايد. يعني ما حدا حكى لي وات از ذا فاليو اوف ذا فانكشن فور ذس انبوت فاليو، لما وصف لي طبيعه الفانكشن وطبيعه السيركت اللي بيمثلها الفانكشن. فحكينا بهي الحاله انه اي دونت نو ذا اوتبوت، سواء في الحاله الاولى او في الحاله الثانيه. لكن لما اجي اسوي سمبليفيكيشن لهذا اللوجيك اكسبريشن او لهذا اللوجيك فانكشن، انا بحاجه اني يكون عندي الفانكشن كامل. لازم اعرف شو هي المين تيرمز تبعته، اعرف شو هي الماكس تيرمز تبعته، حتى اقدر اني اسوي السمبليفيكيشن، وحتى اقدر اعبي التروث تيبل واعبي الكي ماب. فحكينا بهذه الحالات، بمثل هاي الحالات انا بقدر اي دونت كير فعليا اباوت ذا اوتبوت او ذا فاليو اوف ذا اوتبوت، سو اي كان اسيوم ذس اوتبوت تو بي 0 اور 1. الآن بما أن الأوتبوت يكون 0 أو 1، حكينا على التروث تيبل أو على الكي ماب بنعبر عن هذا الكلام بالرمز X، وبنحكي أنه هذا عبارة عن don't care. We can assume it to be 0 or we can assume it to be 1. فحكينا على الماب، هذا شو بفيدنا؟ بفيدنا هذا الكلام وجود الإكس إنه we can make our prime implicants larger، نقدر نكبر البرايم implicants تبعتنا، وبالتالي بنقدر نصغر الإكسبريشن تبعنا. How can I do that؟ ببساطة إني I assume I can combine the don't cares مع ال ones، أو can I can combine the don't cares with the zeros، فبالتالي بقدر أكبر البرايم implicants تبعتي. لكن حكينا نقطة مهمة، when I do the simplification in the case of don't cares، أنا ما في داعي إني أستخدم الـ prime أستخدم prime implicants تغطي كل الـ don't cares. أنا دائما بحاجة فقط إما أغطي كل الـ ones أو أغطي الـ zeros. هلا إذا استخدمت prime implicant يحتوي على don't care that's fine، راح تكون الفاليو تبعته اما 1 واما 0 حسب مع ايش جمعته، مع 1 او مع 0. باقي الدونت كيرز اللي ما استخدمتهم في اللوجيك اكسبريشن تبعتي، الفاليو تبعتهم اوتوماتيكلي بتكون فعليا عكس القيمه اللي انا عم بتعامل معها. فشفنا مجموعه من الاكزامبلز، كان من هذا الاكزامبل اللي هو ببساطه بتعامل مع سيركت بتاخذ input value عباره عن BCD number، وفي condition معين، وصف معين للسيركت انها بتفحص هذا الانبوت فاليو، بتشوف اذا هو اكبر من 4 او مش اكبر من 4. الان كانت النقطه هون انه ظهر عندنا حاله الدونت كير بسبب انه البي سي دي ديجيتس، البي سي دي ديجيت الواحد مستحيل القيمه تبعته تكون اكبر من 9، فحكينا هدول الفاليوز may never happen may never happen، وصممنا بناء على هذا الكلام. بعد ما عرفنا التروث تيبل سوينا الكي ماب وحكينا whenever we can use x's to make our rectangles larger we can use them، فسوينا هاي العمليه. الان بما اني ضميت الx's مع ones، فالاكسبريشنز الاكسبريشن اللي بكتبه باستخدام chosen prime implicants فعليا dont cares اللي بيحتويها بتكون قيمتها 1. وشفنا مجموعة أخرى من الإكزامبلز وحكينا النوتيشن حتى أعبر عن الدونت كيرز هو هذا النوتيشن. ببساطة بحط أرقام المين تيرمز اللي هي فعليا دونت كيرز. كان في عندنا كمان هذا الإكزامبل شفناه وحكينا هون، مثلا أنا احتجت إني أستخدم two prime implicants فقط out of five prime implicants أو out of four عفوا prime implicants حتى أعبر عن الفانكشن. فكان الفانكشن هو ببساطة هو A B or B bar D. فالآن B bar D هو يحتوي على don't care، ف
فالآن بما أني استخدمت هذا البرايم إمبليكانت وهو يحتوي على دونت كير وجمعت الدونت كير هذه مع 1 للفانكشن، فلما أعوض هاي القيمة في الإكسبريشن تبع الفانكشن راح تكون قيمة الفانكشن 1، بينما اللي باللون الأزرق يحتوي على دونت كيرز ما استخدمت هذا البرايم إمبليكانت حتى أكتب الإكسبريشن تبع الفانكشن، وبالتالي قيمة هذول الدونت كيرز راح تكون زيروز إذا بعوضهم بالإكسبريشن تبع الفانكشن. والملاحظة الثانية إنه هذا البرايم إمبليكانت there is no need to use it، لأن ما بصير أحكي إنه هو essential prime implicant لأنه هدول don't cares there is no other prime implicant that includes them and I have to use them. I don't have to include or cover the prime all don't cares in my logic expression. I need to cover. دكتور بس في عندي سؤال على هذا السؤال. هاي شادي. هلا الx إحنا مش فرضناه إنهم واحد. مش كلهم اللي عم بجمعهم مع الونز الديفولت راح يصيروا ونز اذا استخدمت هذا البرايم امبليكانت في اللوجيك اكسبريشن تبعك. يعني انا لاني فرضت مش المفروض لاني فرضتهم واحد احطهم بالفانكشن. لا ما هاي النقطه اللي حكيناها امبارح يا شادي، ذاتس واي انه انا بفرضهم 1 اورايت بس انا اي دونت تشينج ذيم تو 1 بخليهم اكسز عشان ما اضطر انه اشملهم باللوجيك اكسبريشن تبعي. يعني أنا حتى الدونت كير بيهمني إنه بس غطي الوحدات، إذا غطيتهم غير ال. أكدي ما هذا اللي عم هذا اللي عم بحكيه من إمبارح إنه أنا لازم أغطي الونز الأوريجينال تبعت الفانكشن. إذا قدرت إني أغطي هدول الونز بمع بمع ب بالتعاون مع بعض الدونت كيرز حتى أخلي الريكتانجلز أكبر ممتاز. بس أنا I don't have to cover all the don't cares. ما بصير أجي أكتب إنه أخذ اللي باللون الأزرق اللي هو B D bar. هلا لو حطيته ما في مشكلة، أنا عم بغطي هذا الون وهذا الون، بس هدول التو ونز أوريدي غطيتهم بهاد الأي بي. إذا حطيت هاد بناء على الفرضية إنه هو لازم أغطي هدول الدونت كيرز لأنهم صاروا ون، لا أنا ما سويتهم ون، أنا خليتهم دونت كيرز، فأنا I don't want or I don't need to cover them. ما في داعي إني أغطي الإكسز، أنا لازم أغطي الونز، لكن إذا غطيت الونز بالتعاون مع بعض الدونت كيرز حتى يصيروا الريكتانجلز أكبر ممتاز، فهذا ما في له داعي. لو حطيته it's fine بس it is not the simplest expression. تمام اوكي. شوف ممكن سؤال. يس ايه هسه بالdon't care انت حكيت لازم تكون الونز شو اسمه اصغر من 9 صح؟ هذاك هذاك بالمثال اللي قبله هو بس بالمثال يعني ولا دائما هيك؟ لا لا بل بمثال هذاك just as an example هذاك محمد. طب بس احنا لو يعني بدنا نعرف انه في دونت كير ولا لا كيف؟ ولا هو بيعطينا بس؟ لا هو لازم انت يعني حسب، هلا ممكن مرات يكون مؤشرة جاهزة لك تعطى لك هدول الدونت كيرز وهدول الونز دبر حالك. في بعض الاحيان لا انت بدك تكون بدك تصمم الدائرة زي ما هو كان في الاكزامبل السابق، فبناء على فهمك للدائرة وشو بتسوي هاي السيركت بناء عليه انت بتعرف لازم تعرف شو وين الدونت كير وين الونز وين الزيروز. اللي هو هذا الجزء راح نشوفه فعليا بامثله اكثر ب بشابتر 4 اللي هو الشابتر اللي بيحكي عن الديزاين. تمام. يعني دونت كيرز اما تعطى لك جاهزه او انك لازم تستنتجها. مرات لازم تستنتج انت التروث تيبل كامله مش بس الدونت كيرز، لازم تستنتج وين الونز وين الزيروز وين الدونت كيرز اذا في دونت كيرز. هلا الدونت كيرز مش دائما بتكون موجوده يعني حسب شو بتسوي السيركت والفانكشن. تمام. شفنا هذا الاكزامبل لما سوينا سمبليفيكيشن اس بي او اس، وفي هاي الحاله فرضنا انه دونت كيرز زيروز اذا يعني مش كلهم، مش بالضروره اني افرضهم كلهم، انا عم بحاول استخدم الدونت كيرز زي ما حكينا حتى ابني مربعات اكبر. فاذا دمجت هذه مع الدونت كير مع زيروز فاكيد هي قيمتها زيروز ان كيس اني استخدمتها باللوجيك اكسبريشن اللي معي. يعني هون مثلا حكينا انا بدي البي او اس تبع اف، فحكينا الاف بار راح يكون لازم استخدم الاحمر لانه اسينشال، فهو بي بار دي بار، فبكون غطيت هذا الزيرو وهذا الزيرو وهذا الزيرو وهذا الزيرو. طيب مين كمان لازم اخذ؟ لازم اخذ اللي باللون الاصفر لانه اسينشال اللي هو اي بار بي، مزبوط اللي هو اي بار بي، فبكون غطيت هذا الزيرو وهذا الزيرو. فحكينا امبارح مثلا هل في داعي اخذ اللون البرتقالي لانه فيه هاي الاكس ما في حدا مغطيها؟ هل لازم اكتب A bar C bar؟ حكينا لا زي ما حكينا قبل شوي لأنه I don't have to cover all the X's، لازم أغطي بس الـ original ones والـ original zeros.
ساعدتني الاكسس اكبر هدول الريكتانجلز اكسلنت. بعدين اخذنا طبعا الكومبلمنت فهي بتصير بي اور دي و اي اور بي بار اللي هو البي او اس تبع الفانكشن اف. تمام. فكانت هذه يعني بعض الامثله اللي مرينا عليها، حبيت امر عليها حتى اذكركم فيها. بعدين اطلعنا على هدول وشفنا حكينا النقطه هاي انه كان عندي هون برايم امبليكانت اخر، مظبوط في برايم امبليكانت ثاني هون، لكن لاني ما استخدمته في اللوجيك اكسبريشن، فهل هدول الاكسس راح تكون قيمتهم 1 ولا 0 على جوا الاكسبريشن؟ حكينا راح تكون 0 لانه اوريدي هم ماشي، هم برايم امبليكانت بشكله برايم امبليكانت، لكن ما استخدمتهم في كتابه الاكسبريشن، انا استخدمت بس اللي بالازرق وبالاحمر. فالاكس اللي موجوده جوا الازرق بما انه جمعتها مع وانز، دمجتها مع وانز واستخدمت هذا الريكتانجل في كتابه اللوجيك اكسبريشن، فاكيد قيمه الاكس راح تكون 1. هاي النقطه يعني بدك تنتبه عليها من ناحيه الكونسبت. بعدين شفنا هذا الاكزامبل، برضو اكزامبل عملي بيورجيني فكره انه ظهور الدونت كيرز في بعض الحالات. فحكينا عن هاي الفندق ماشين فيها 3 سنسورز، سنسور بقرأ هل أنا أدخلت ربع أو أدخلت 10 دنانير أو أدخلت أو 10 قروش عفواً أو دخلت 5 قروش. فإذا في 3 سنسورز جوا هاي الآلة بعرف إنك أنت هل دخلت ربع أو دخلت 10 أو دخلت 5 قروش، وبيعطيني 1 أو 0 على بناء على هذا الكلام. لأن شو الفرضية كانت هون إنه، وهذا فعليا بيصير ببعض من الفيندينج ماشينز، إنك أنت بتنزل القطع النقدية 1 after another، واحدة وراء الثانية، يعني مستحيل تدخل ربع وتدخل شلن مع بعض، ما بتقبل المشين، فأنت بتدخلهم مع بعض. فيو كانت يو كان اونلي دروب 1 كون ات ا تايم. طب فلو بدي أسوي سيركت تحكي لي هل أنا يعني بده يكون عندي فانكشن فانكشن يحكي لي هل أنا دخلت ربع ولا 10 ولا شلن، ففعليا حطيت الترو ستيبل. فشو الاحتمالات اللي ممكن تصير إذا عندي 3 باينري فاريبلز A B C D؟ هيهم 8، لكن out of these 8 في بس 3 ممكن يصيروا أو 4 ممكن يصيروا، إني ما أدخل إشي، إني أدخل شلن، إني أدخل 10، وإني أدخل إيش ربع. فحكينا هذه تايبو كانت، انا ضبطتها على نسخه السلايدز على الاي ليرنينج، هذه المفروض تكون 1، لانه اذا دخلت 10 قروش بدي الفانكشن يعطيني 1، بدي الفانكشن يعطيني 1. فاذا دخلت شلن بدي يعطيني 1، اذا الفانكشن دخلت ربع بدي يعطيني 1. هلا مستحيل ادخل 10 وشلن مع بعض، مستحيل ادخل ربع و10 قروش مع بعض، لانه انا بدخل قطعه واحده. ففعليا هدول الحالات هم دونت كيرز، مستحيل يصيروا، مزبوط no way يصيروا. واضحة يا محمد سألتني عليها، شايف كيف أنا استنتجت إنه في don't cares، لأنه احكي لي هو مستحيل إنك تدخل قطعتين نقديات أو أكثر مع بعض، لازم تدخلهم مع بعض، فمستحيل يدخل عندي الربع والعشرة والشلن بنفس الوقت. تمام. فزبطوها هذه 1، أنا زبطها على نسخة السلايدز على e-learning 1، وبناء عليه تبسيط الفانكشن راح يتغير، يعني المين تيرمز ما راح يكونوا 1 و4، راح يكون معهم 2 كمان، لانه هاي بدها تكون 1، مزبوط، وبالتالي الكي ماب بدها تكون مختلفه، الاثنين بدها تكون 1 هون. فبالتالي الفانكشن بده يكون A اور ايش سي اور بي، هو الفانكشن، وهي يعني منطقيه، متى الفانكشن يساوي 1 بدون ما اسوي سمبليفيكيشن؟ لو تحاول ترجمها لغويا يعني الفانكشن يساوي 1 اذا دخلت A او B او C، اذا دخلت ربع او 10 او 5. تمام. فمنطقيا المفروض يطلع الجواب A or B or C، وانا ضبطت هاي الكلام على نسخه السلايدز. تمام. طيب اخر اكزامبل وبرضه براكتيكال اكزامبل يا محمد على موضوع ظهور الدونت كيرز اللي هو 7 سيجمنت ديسبلاي. الان كلياتنا يعني نوعا ما فاميليار مع هذا الشكل اللي هو تشوف انت جوا المصعد مثلا، لما تكبس بدي اطلع على الطابق الثالث بيصير يحكي لك 1 1، بعدين بيعطيك ضواو، مزبوط، بيورجيك الرقم على شكل ضواو. الان هاي الكومبوننت اللي هي بتورجيني الأرقام
وإذا بتطلع منيح بتلاقي الأرقام ممثلة باستخدام segments أو باستخدام أجزاء ضوئية أو فعلياً هم ضواو صغار، كل واحد منهم عبارة عن ضوء صغير أو بيسموه ديود light emitting diode. هذه القطعة بيسموها 7 segment display لأنها عبارة عن display مكونة من 7 أجزاء اللي هم 1 2 3 4 5 6 7. فهدول 7 أجزاء وفعلياً 7 ضواو صغار أنا بتحكم فيهم حتى أسوي display للdifferent numbers. فإذا بدي أسوي display للرقم 1 بضوي مثلا B B و C، إذا بدي أسوي display لرقم 2 بضوي A و B و G و E و D، فبيطلع عندي الأشكال اللي بنشوفها في المصعد في بعض الأجهزة الإلكترونية. بتلاقي هذه الشاشات أو displays اللي هي أبسط أشكال الديسبلايز في الديجيتال سيستمز موجودة، وهي فعلياً اسمها 7 segment display لأنها مكونة من 7 أجزاء. فالآن شو الفكرة؟ ليش؟ شو هذا الإكزامبل وشو علاقته بالdont cares؟ عادةً أنا بتكون عندي هذه 7 segment display. فزي ما حكينا إذا بدي أسوي display لرقم معين أنا لازم أحدد مين السيجمنتس اللي أسوي لها enable. فمثلاً إذا بدي 2 لازم أسوي enable لهدول أو أسوي turn on للضواو الموجودين هون وهون 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 وهون. لكن عادةً حتى أقدر أسوي هذا الكلام لازم أدخل على هاي القطعة اللي هي بكون لها 7 مداخل ومسمينهم هدول السيجمنتس لهم أسماء A B C D E F G، بكون لها A B C D E F G. ففي لها 7 inputs هذه الديسبلاي وأنا بتحكم بهدول الانبوتس. إذا دخلت 1 على الA بضوي السيجمنت اللي هو اسمه A، إذا دخلت 1 على الB بضوي السيجمنت اللي هو B and so on. لكن فعليا في الديجيتال سيستمز أنا ما بتعامل مع 7 segment code، هذا عبارة عن 7 segment code. شو يعني 7 segment code؟ يعني الرقم اللي بيعطيني الكود تبع أي pattern من الpatterns الموجودة فوق. عادة بكون عندي BCD number اللي هو 4 أرقام. فمثلا أنا إذا بدي أسوي display لرقم 1 فببعث 0001، بس 001 حتى أقدر أسوي لها display لازم تتحول للكود هاد، لازم تتحول لسبعة bits، لازم تتحول لسبعة بيتس. فعادة بنحط سيركت هون بالنص اسمها BCD to 7 segment decoder، يعني سيركت بتحول من BCD إلى إيش؟ إلى 7 segment code. فأنا مثلا إذا بدي أسوي display للرقم 001 اللي هو 1 اللي هو هاد، فلازم 7 segment code تبعها. إذا بدي أحط مثلا أنا A B C D E F G، ايش يكون؟ بس بدي اضوي الA، بدي اضوي مين؟ الB والC. B والC. فبتكون هذه 1 1 0 0 0 0 0 بكل بساطة. فإذا هاي السيركت بدها تحول لي من أي BCD number إلى ايش؟ إلى 7 segment code. فهذا هو 7 segment code. فمثلا لو بدي أخذ الثمانية، الثمانية شو بيكون ضاوي فيها؟ كلياتهم مظبوط، اذا بتطلع عليهم كلهم. فلازم ادخل على 7 segment display 7 وحدات حتى تضوي هذه الديسبلاي. تمام. فهذه الفكره، هذا الاكزامبل عباره عن تصميم هذه السيركت، اني اصمم السيركت اللي بتحول من BCD الى 7 segment code، مع الاخذ بعين الاعتبار شغلتين. اول شغله ايش هي؟ انا هون عم بدخل BCD، فشو معناها؟ رح يكون في عندي combinations مستحيل تصير زي اللي شفناه بالإكزامبل الأول اللي هي الأرقام من 10 إلى 15. فهدول رح يكون الأوتبوت تبع السيركت هون رح يكون عبارة عن إيش؟ عبارة عن don't care. النقطة الثانية إذا بتطلع على شكل الستة والتسعة، الستة في ناس بكتبوها هيك وفي ناس بكتبوها هيك، ففي لها خيارين. يعني هذا السيجمنت اللي هو A ممكن في حالة الستة ممكن يكون صفر وممكن يكون واحد. فإذا لما أجي أعبي التروث تيبل تبعت السيركت هذه وأكتب عند الستة شو 7 segment code، segment A يعني لما أجي أكتب 0110 ستة،
سيجمنت A ممكن يكون صفر ممكن يكون واحد، فبقدر أحطه إيش؟ X مظبوط؟ بس باقي السيجمنت شو بدأ يكون عندي؟ الـ F الـ C والـ D والـ E والـ F مظبوط؟ إذا بدي أسوي display للستة كلهم ما عدا الـ B، كلهم ما عدا الـ B، فهذه 0 1 1 1 1 1. نفس المبدأ وين؟ بالتسعة. التسعة في ناس بكتبوها هيك وفي ناس بكتبوها هيك مظبوط؟ فإذا السيجمنت اللي اسمه E رح يكون إيش؟ don't care اللي هي 1001 هاي التسعة، وباقي السيجمنت رح تكون كلها ones ما عدا مين؟ عفوا مش E، D. هذه ال D لازم تكون don't care لأنه التسعة ممكن تكون هون on وهون أو off، فكلها ال D رح تكون don't care والباقي كلهم on ما عدا مين؟ الـ E. ما عدا الـ E. ما عدا الـ E. فالـ E صفر والـ F واحد والـ A واحد والـ B واحد والـ C واحد. A, B, C, D والـ E والـ F. كم واحدة يا دول؟ A, B, C والـ D حكينا don't care. الـ E ناقص واحد. والـ F والـ G. مظبوط؟ هذا هو الـ 7 segment code تبع التسعة، هذا الـ 7 segment code تبع الستة، هذا الثمانية and so on. فالآن شو وظيفتي أنا؟ بدي أصمم circuit، بدي أصمم هاي السيركت اللي بتحول من 4 bits ل 7 bits، وأنا عارف شو العلاقة بين الـ input والـ output صح؟ يعني أنا عارف أنه الـ input هو BCD والـ output هو الـ corresponding 7 segment code. طب كيف أعرف الـ 7 segment code؟ بكل بساطة بإني أكون فاهم كيف بتشتغلها. زي ما حكينا كل واحد من هدول الضواو عبارة عن إلو input، إذا بدخل عليه 1 بضوي، إذا بدخل عليه 0 بطفي. أكثر ممكن تدي رقم 9 بعد هناك؟ تمام، رقم 9 خليني أكتبها هون 1001 مظبوط؟ هذا بدي أدخله على هاي السيركت، لازم تعطيني 7 segment code عشان أدخله على الديسبلاي حتى تورجيني رقم 9. فرقم 9 مين السيجمنتس اللي بيكونوا شغالين؟ الـ A أز بكتبها هون الـ A والـ B والـ C والـ G والـ F مظبوط؟ الـ D اللي هي هون ممكن أحط شحطة وممكن ما أحطها صح؟ يعني ممكن أضوي الضوء وممكن ما أضوي، فبالتالي مين السيجمنتس اللي شغالين؟ الـ A والـ B والـ C. الـ D هي don't care لأنه ممكن تكون off ممكن تكون on. بعدين في عندي الـ E 0 والـ F 1 والـ G 1 تمام؟ يعني الإشي الزيادة بحطه دونت كير، مش الزيادة هي أنا ممكن أنا ممكن يزبط من دونه يعني أنا هو ممكن أحط 1 ممكن أحط 0 تمام، ممكن أحط 1 ممكن أحط 0، ممكن أسوي display لهاي الشحطة ممكن ما أرسم هاي الشحطة تمام. إذن بكل بساطة هذا الإجزامبل عبارة عن تصميم سيركت بتاخد BCD value BCD input اللي هو الأرقام من 0 ل 9 وبتعطيني 7 outputs اللي هم الـ A والـ B والـ C والـ D والـ E والـ F والـ G. هدول الـ outputs أنا فعليا بدخلهم على هاي القطعة اللي هي 7 segment display حتى أورجي الأرقام المختلفة. This is very common thing that we do when we design digital systems to display the output in our circuit. يعني 7 display هاي 7 segment display تستخدم بكثرة في digital systems. فخلينا نشوف شكل الـ truth table. هذا شكل الـ truth table. زي ما حكينا الـ digits هم BCD digits، فأنا معاي الأرقام من 0 ل 9. لو سميتهم بالباينري WXYZ فرح يكون عندي الأرقام من 0 ل 9 هي الـ valid BCD digits مظبوط؟ فعلى الـ output هذول هم الـ outputs. فلاحظ هاي السيركت في إلها 7 outputs اللي هم الـ A والـ B والـ C والـ D والـ E والـ F والـ G. يعني كم function في إلها هاي السيركت؟ 7 مظبوط؟ ف how many simplifications رح أسوي؟ 7 simplifications. 7 simplifications. اوكي طيب الان شو موجود بكل سطر من هدول الاسطر؟ ببساطه ال 7 segment code زي ما كتبناه قبل شوي للرقم اللي على الشمال اللي هو ال VCD input value. ال VCD input value فلاحظ السته شو ال 7 segment code تبعها؟
هاي زي هيك. التسعة نفس الاشي هاي السيفن سيجمنت كود. هلأ لاحظ السبعة برضو فيها don't care عند الاف. ليش؟ السبعة ممكن انا اكتبها هيك مزبوط، وفي ناس بكتبوها هيك صح؟ يعني يا اكتبها هيك يا بهاي او بدونها صح ولا لا؟ فنفس الشيء الاف ممكن تكون don't care. فالآن once I fill the truth table بقدر، هل تقدر تلاقي لي اللوجيك اكسبريشن تبع الاي، اللوجيك اكسبريشن تبع البي، تبع السي and so on straightforward. هي four variable k-map. يعني لو جيت اجرب الاي، هاي الكي ماب تبعت الفانكشن اللي اسمه A. This is W وهذه X هون وهذه Y وهذه Z. لو جينا نعبي الماب تبعت ال A، تبعت ال A راح تكون هيها، هاي ال هاي ال A صح؟ فراح تكون 1 0 1 1 0 1 بعدين don't care بعدين 1 1 1 3 1s بعد هذا، والباقي كلهم ايش؟ don't cares. فعبيت الماب تبعت اول function اللي هو ال A، وبقدر اسوي له simplification. كيف ممكن اسوي simplification هون؟ ممكن اخذ هدول مع بعض مزبوط، فهي W، وممكن اخذ هدول مع بعض صح اللي هم هي Y، وممكن اخذ مين ضل، مين 1 مش مغطى، مين ضل مش مغطى؟ الأربع زوايا هدول بالنص مزبوط، هذا بالنص مين؟ فينا ناخذ الزوايا مع بعض. ايوه هذا اللي بالنص هو اكس زد، اور مين اللي بالزوايا مع بعض عشان اغطي اخر 1 اللي هو اكس بار زد بار. تمام؟ فالعمليه بسيطه، حاول انك انت في البيت تطلع logic expressions لل A وال B وال C وال D وال E وال F وال G. And this is very good exercise إلك حتى إنك تتدرب على موضوع simplifications بشكل عام، موضوع don't care conditions بشكل خاص. واضحة الفكرة؟ يعني هاي 7 segment display بالذات لطلاب الهندسة وهندسة الحاسوب بشكل عام بشكل خاص مستخدمة بكثرة، بدي أكون فاميليار معها. سبع ضواو صغار اسمهم light emitting diode LEDs، ضواو صغيرة مرتبين بهاي الطريقة بحيث هذا A هذا B C D E و F و G، وبقدر أتحكم فيهم بإني أضوي السيجمنت اللي بدي إياه حتى أسوي display للباترن اللي بدي إياه. تمام؟ فأنا هون معطى عندك 2، كمل أنت الباقيات. يعني هذا هيو نفس اللي طلعناه W Y X Z X bar Z bar اللي كتبناه على previous slide. جرب الـ E وجرب باقي الـ segments. تمام؟ هلا هون شوف رجعت طلعت الـ don't cares بهذا الـ example، والسبب إنه عم بتعامل مع BCD، إنه بعض الـ input values they are not BCD numbers. فطلع معاي الـ don't cares اللي موجودين هون. فلاحظ هون كل الـ outputs تبعت هاي السيركت don't cares، لأنه هدول الـ combinations اللي هم العشرة للخمسطاش مستحيل إنهم يدخلوا على السيركت لأنهم they are not BCD numbers. تمام؟ بس في إشي أخذنا إحنا أول ما بلشنا بالـ don't care، عاد تحكي إنه الـ don't care ممكن يكون إنه الـ input ما بزبط أو إنه الـ output مش محدد. هذا يعني مش ممكن يكون عليه مثال. أيوة ما شفنا عليه مثال، ممكن نشوفه بسيركتس تانية يعني later بشابتر 4 ممكن نمر عليه. يعني هي معناتها ان الانبوت بزبط بس الاوتبوت مش محددينه يعني؟ ايوه بالضبط، ان الانبوت ممكن يدخل على السيركت بس حسب فهمي لهي السيركت انا مش قادر احدد شو الاوتبوت. اوكي عرفت كيف؟ فهذا الحكي ما شفنا، وكلامك صحيح شادي. يعني احنا حكينا don't cares بحدث بحالتين، شفنا الحالة الأولى إنه بعض الـ input combinations مستحيل تصير. طيب الحالة الثانية اللي هي إنه الـ output is not specified for some of the input values، هذه ما شفناها كـ practical example. يعني هي ممكن تكون موجودة بواحدة من الـ examples اللي حليناها، يعني ممكن هذا الـ example مثلا هذا practical example برضو كان إنه بعض الـ combinations مستحيل تصير، بس مثلا هاد ممكن يكون إنه هدول الأوتبوت عندهم is not specified بس ما حدا حكى لي.
اه تمام، بس هو اعطاني الدونت كيرز، انا قصدي انه لا اعطاني الدونت كيرز، بس قصدي انه ما شفنا حاله براكتيكال اكزامبل ل انه الاوتبوت ما يكونش محدد في بعض الحالات. تمام. اني كويستشن على الدونت كيرز؟ حكينا الدونت كيرز موضوع مهم جدا، بدك تحاول ان تتقنه وتفهمه، بالاضافه طبعا لفهمك لكل الكي ماب، موضوع الكي ماب راح نحتاجه بشكل مكثف بشابتر 4 وشابتر 5. فاذا بتضلك تتلخبط في الكي ماب راح تصير تضلك تلخبط في كل شيء راح يجي بعدك. تمام. طيب خلينا نروح على اخر موضوعين بهذا التشابتر. يعني لغايه هذا الموضوع احنا خلصنا الكي مابس، غطينا الكي مابس 2 فاريبل 3 فاريبل 4 فاريبل، استخدام الكي ماب للتبسيط على شكل سم اوف برودكت، على شكل برودكت اوف سم، موضوع الدونت كيرز. فهذا اللي بدنا نعرفه فيما يتعلق بالكي ماب. هلا في 5 فاريبل كي ماب وفي 6 فاريبل كي ماب، بس يعني موضوع مجرد بس قدرتك على التخيل بتصفي، لكن الكونسبت نفسها بدك تطلع برايم امبليكانس وتشوف مين الاسينشال، لكن قدرتك انك تتخيل الموضوع، لانه بالفايف فاريبل راح تضطر ترسم ب 3 دايمنشنز، ما في مجال، راح تضطر ترسم ب 3 دايمنشنز، فلانه 2 دايمنشنز خلص فولي اوكيبايد، فراح تصير الفيجوالايزنج البرايم امبليكانس مش عمليه سهله. تمام. طيب خلينا نروح على اخر موضوعين، طبعا اكيد لهم علاقه في اللوجيك بس مش دايركتلي ريليتد للكي مابس. اول موضوع هو اليونيفرسال جيتس. موضوع اليونيفرسال جيتس نوعا ما حكينا عن المصطلح هذا قبل هيك، لما حكينا عن اذا بتتذكروا الناند جيت، ولما حكينا عن النور جيت، مزبوط ولا لا؟ فحكينا الناند جيت از كونسيدرد ا يونيفرسال جيت، النور جيت is also considered a universal gate. وإيش يعني universal gate حكينا؟ شو مفهوم universal؟ دكتور يعني ممكن نعمل أي سيركت سوا فيهم. أيوة يا أنطون. إنه ممكن نعمل منهم أي gate بدنا إياه. Exactly. مزبوط يا عميد. مزبوط. آه. فإذا حكينا إنه universal gate، مصطلح universal gate معناه إنه أنا بقدر استخدم هاي الجيت to implement different types of gates زي الاند الاور والنت، وبالتالي اي سيركت موجوده عندي بقدر ابنيها باستخدام one type of gates only. يعني لو عندي سيركت فيها اور مع اند مثلا مع نت زي هيك، بقدر بدل ما اتعامل مع ثلاث انواع من الجيتس بكل بساطه بقدر اجيب ناند جيتس وابني السيركت، بقدر اجيب نور جيتس اونلي وابني هاي السيركت. فالناند والنور جيتس بيقدروا بمكنوني اني اسوي هاي العمليه، اني ابني اي سيركت موجوده عندي باستخدام اند اور نوت، اللي هو بسموه اي او اي امبلمنتيشن، يعني اند اور نوت، احوله او انفرتر، احوله بشكل كامل بحيث يصير باستخدام نوع واحد من الجيت. طب ليش بدي اسوي هاي العمليه؟ لانه اسهل لي اني اتعامل مع نوع واحد من الجيت، ارخص لي اني اتعامل مع نوع واحد من الجيت، بدل ما اروح اطلب من المصنع بدي 3000 اور جيت و3000 اند جيت و4000 انفرتر، لا بطلب 5000 ناند جيت او 6000 ناند جيت، فالمصنع ارخص له يصنع لي 6000 جيت من نفس النوع مما انه يصنع لي 3000 و3000 و4000 من انواع مختلفه. إذا بدنا نفكر فيها بهاي الطريقة البسيطة. طبعاً الموضوع بيختلف شوي، لكن بس إذا تفكر فيها بهاي الطريقة، أرخص لي إني وأسهل لي أتعامل مع نوع واحد من الجيت في بناء السيركت، مما إني أتعامل مع ثلاث أنواع مختلفة. فخلينا نشوف كيف ممكن أستخدم الأند، عفواً الناند جيت حتى أمثل أور، حتى أمثل أند، حتى أمثل نوت. فهي مكتوبة على السلايد، بس خلينا يعني نستنتجهم مع بعض. لو بدي أجي أحكي أنا بدي نوت، كيف شكل هذا النوت؟ How can I implement a nut gate أو an أو inverter باستخدام NAND gate؟ هاي NAND gate
بدي استخدمها حتى تصير تكافئ انفرتر. كيف ممكن تكون على شكل، كيف ممكن اسوي النت امثله على شكل ناند؟ رح اجي احكي هذا له 1 انبوت له 1 اوتبوت، بينما الناند في لها 1 انبوت 1 انبوت يعني 2 انبوتس وفي لها 1 اوتبوت. فكيف ممكن احول هاي الجيت تصير 2 انبوتس؟ لو جينا نطلع بالالجبرا هون، شو في عندي انا؟ اكس بيطلع هون ايش؟ اكس بار. فانا هون المفروض ادخل اكس يطلع عندي هون اكس بار، مزبوط ولا لا؟ طب كيف ممكن اسويها؟ لو اجي اطلع على الناند، لو جيت شبكت هدول الاثنين مع بعض بحيث يصير عندي 1 انبوت زي ما هو الحال في الانفرتر العادي، وادخل هون اكس، فشو راح يصير عندي؟ اكس اند اكس نوت، مزبوط؟ يعني هذا الاوتبوت هون راح يكون اكس اند اكس نوت. طيب اكس اند اكس ايش تساوي؟ اكس بار ويساوي اكس بار. فبكل بساطة حتى استخدم او امثل الانفرتر باستخدام ناند جيت، ما علي غير اني اشبك التو انبوتس تبعونها مع بعض وادخل الفاريبل اللي بدي اياه، لانه انا بعرف انه اكس اند اكس هي اكس نوت بتصير ايش؟ اكس بار. تمام؟ فهذا كيف ممكن استخدم الناند جيت على شكل انفرتر. طيب لو بدي استخدم الناند جيت حتى ابني اند، يعني انا عندي اند زي هيك، بدي اشوف كيف شكلها بالناند، كيف شكلها بالناند. فانا لو دخلت هون اكس ودخلت واي، شو المفروض يطلع عندي هون؟ اكس واي. فكيف ممكن اجيب الناند جيت حتى ابني اند جيت؟ كيف شكل الاند باستخدام ناند؟ برجع منها نوت ثاني، حط بعدين انفرتر. Exactly. يعني أنا بعرف بالألجبرا إنه X and Y لو أحط عليها بار بتصير إيش؟ NAND. فإذا إذا أنا عندي الأوتبوت هون X and Y بار، بدي أرجعه يصير X and Y، فبسوي له complement مرة تانية، فبجيب كمان NAND زي هيك، فبدخل هون X Y. فإذا basically الناند الأند شكلها باستخدام الناند جيتس هي 2 ناند جيتس ورا بعض، واحدة منهم انفرتر وواحدة منهم ناند عادية. فكولكتيفلي هدول التنتين مع بعض هم اند جيتس، هم اند جيت. طيب لو جينا نسوي الاور، اور كيف شكل الاور باستخدام الناند؟ كيف شكل الاور باستخدام الاند الناند عفوا، كيف ممكن افكر فيها؟ اظن لها علاقه بالكومبلمنت عشان بنحول الاند لاور. ايوه، يعني في دي مورغان بده يدخل على الخط هون، مزبوط. فانا لو جيت حكيت بدي اجرب ادخل الاكس والواي على الناند جيت مباشره، راح يصير عندي اكس اند واي بار إذا دخلت الـ X والـ Y مباشرة، مظبوط؟ طيب هذه عندي مورغان شو بتصير؟ X bar or Y bar. فإذا يعني بندخل X bar و Y bar عشان ترجع، أيوة. صح؟ يعني فعلياً فعلياً الـ NAND gate هي عبارة عن OR gate، بس مش بين X و Y، هي بين X bar و Y bar. فإذا أنا هون لو جيت حطيت NAND gate حطيت X وحطيت NAND gate وحطيت y، شو بصير فعليا؟ بصير عندي داخل y bar and sorry x bar and y bar bar، شو بتصير؟ x or y. ليش ما بحط انفرتر بدل الاند الناند؟ ما هو انا ما بدي استخدم انفرتر. اوكي، بس اني بوصل تو فاريبل بخليهم واحد يعني، بس أيوه. ما احنا هاي النقطه يا شادي انه بدنا نحاول نتخلص من الاند والاور والانفرتر بإني أستخدم نوع واحد من الجيتس اللي هو في هاي الحالة الناند جيت. لازم أربطهم هيك سلكين، أرسمهم سلكين مربوطين ولا ما بنفع أحط لك واحد؟ يعني بزبط، ما في مشكلة من ناحية المبدأ، إتس فاين. تمام؟ فإذا الأور جيت ببساطة هي تكافئ على شكل ناند، هي ناند وناند وناند، وهون إنفرتر إكس وهون إنفرتر
واي. فهون effectively بيطلع عندي بالنهاية X or Y. هلا مرات بيختصروها برسموها زي هيك X Y، إنه الانبوت is inverted، الانبوت is inverted، بس فعليا هذه الدويرة هي معناها هاي اللي هي الناند. بس للتبسيط احنا مرات بنرسمها بهذه الطريقة. فإذا فعليا Yes. سؤال، إذا مش هيك بتصير الكوست تبعت السيركت أوقات كتير أغلى مما أنك تستعمل إشي تاني؟ يعني هو في منه كلامك إنه غالباً لما أجي أحول أي سيركت من AND OR INVERT لناند رح تلاقي إنه ممكن غالباً عدد الجيتس يصير أكتر. لكن زي ما حكينا وين بتصفي الموضوع، إنك أنت بتسهل على حالك إنك عم تتعامل مع نوع واحد من الجيتس فقط. كلامك صح يا أنطون، إنه غالباً لما أجي أحول لناند إمبليمنتيشن، يعني تصير الإمبليمنتيشن تبع السيركت كله ناند، رح تلاقي إنه عدد الجيتس أكبر. لكن السهولة أو البنفيت يكمن بإني أنا عم بتعامل مع نوع واحد من الجيتس فقط. تمام؟ أوكي، فإذا هذا الكلام اللي كتبته أنا نوعاً ما موجود هون. فلو نشوف الناند كيف شكلها على شكل نت، كيف شكلها على شكل أند، كيف شكل الأند باستخدام الناند، هي ناند followed by ناند. طبعا هون بس مشكلة alignment من السلايدز من التابلت، والأور أكيد هي زي ما شفنا ببساطة هي inverted ناند، يعني two inverters اللي هما two NAND gate وبعدين بيجوا NAND، فبتطلع هي A or B. تمام؟ نفس الكلام بقدر أسويه بالنور. كيف شكل الانفرتر بالنور؟ نفس المبدأ، رح أشبك التو inputs مع بعض، لأنه أنا بعرف إنه A or A هي A، وإذا بأخذ complement بتصفي إيش؟ A bar and A bar اللي هي إيش؟ A bar. فإذا نفس المبدأ، إذا بشبك التو inputs مع بعض للنور gate بقدر أحصل على inverter. طيب الأور gate نفس المبدأ، أنا عندي هون بهاي المنطقة A or B bar، إذا بأخذ لها كمان bar باستخدام هاي الجيت شو بترجع؟ A or B. A or B. طيب الأند نفس الاشي على مبدأ الدي مورغان وعلى الكمبلمنت، راح تلاقي إنه الأند is invert NOR، يعني NOR gate with inverted inputs. It is an invert، هاي بحكوا لها invert NOR، يعني NOR gate مع inverted inputs، NOR gates مع inverted inputs. فأنا هون بطلع عندي A bar B bar، وهون هي A bar or B bar bar. فإذا بسوي دي مورغان بتصير إيش؟ A B. تمام؟ هلأ إذا فهمت هدول عرفت كيف شكل الـ AND باستخدام الـ OR الـ NOR، عرفت كيف شكل النت، كيف شكل الأور باستخدام النور، وهكذا. I can convert any diagram from AOI implementation from AND OR INVERT implementation إلى NAND only implementation أو NOR only implementation. فهون في عنا few examples. فلو عندي this simple circuit وبدي أحولها لا NAND implementation، فرح أبدل الأور، مجرد تبديل. I replace the OR with its NAND equivalent. فهيك شكل الأور بالNAND equivalent. بعدين بحرك هدول البابلز اللي هم فعليا أنا عارف شو هم، هم عبارة عن inverters، فبصيروا فعليا هدول عبارة عن إيش؟ عن NAND gates. إذا حركت هاي البابل لهون بتصير NAND gate، إذا حرّت هاي البابل لهون بتصير NAND gate. ف this is the NAND implementation للسيركت هون. هاي السيركت هي AND OR INVERT implementation، هون صارت NAND only implementation. مجرد عملية تبديل وتحريك البابلز حتى يصير عندي
السيركت المطلوبة. نفس السيركت لاني بس أشيل الكتابة. هاي السيركت لو بدي أحولها لنور only implementation فرح أبدل الأنت بنور اللي هي إحنا عارفين كيف شكلها اللي هي invert نور. فالinvert نور بعدين هذه الأور كيف أغيرها لنور؟ نحط نور followed by inverter أو followed by another نور اللي هي بكل بساطة هذه العملية. فإذا بتطلع هون صارت السيركت فعليا هي عبارة عن نور only implementation. طبعا هدول البابل بدلهم هو بهاي الأشياء. فالموضوع بسيط بس إحنا الفكرة أنك تأخذ يعني كطالب هندسة وكطالب IT يعني أنك تكون فاهم أو سامع بمصطلح universal gate. ولكن الموضوع بسيط هو عبارة عن replacement. فالناس عادة لما يجي يصمم بيصمم وبيطلع معه الديزاين تبعه على شكل AOI implementation بعدين ممكن يحوله لنور only أو يمكن يحوله لناند only implementation. أوكي. هذا example تاني. yes example تاني انعكست الآية. هون في عندي or بعدين followed by and لكن نفس المبدأ ببدل الand ب invert. هون بدلها لنور بدلها بinvert نور حرك الinverters فصارت نور only implementation. لو بده يحولها على شكل ناند راح يبدل هدول راح يبلش من هدول يبدلهم بinvert ناند. هدول invert ناند يعني في inverters هون بعدين الand هذه عبارة عن إيش؟ عن ناند followed by another ناند اللي هي هذا الشكل والإنفرترز هذول حطهم عندي هون. فموضوع بسيط مش مستاهل. هون في عندي سيركت لكنها مش two level circuit يعني مش and followed by or أو or followed by and. في أكثر من level اللي هو لو تحاول تطلع logic expression هون مباشرة من الرسمة راح يطلع non-standard form. it is non-standard form يعني اللي كانوا موجودين عندنا هون قبل شوي this is two level or followed by and مظبوط واللي قبلها كانت and followed by or اللي هي sum of product أو product of sum. بينما هون عندي multi level بس ما بفرق شيء. لو بدي أسويها على شكل ناند رح أبلش بالor رح أبدلهم ب ناند gates بعدين أحرك الانفرترز فبتصير السيركت بهذا الشكل. طبعا هون هو شو اللي سواه أخذ هذا الانفرتر ودال الدي فصار في عنده دي بار اختصارا رسمها هيك. أو لو خليتها دي وخليت الانفرتر موجود it's fine. نفس الشيء هون سوى العملية هون. هلا في مش misalignment بسيط مع الخطوط هاي متحركة مش مزبطة على التابلت بس العملية ايش بسيطة سواء كتبتها هذا الانفرتر خليته زي ما هو او سويتها دي بار بصير ما في مشكلة. نفس الفكرة لكن example آخر بدنا نسوي نور implementation فبدلنا الاند بنور وحركنا الانفرترز فبتطلع العملية بهذا الشكل. اوكي فthis is all about موضوع اليونيفرسال جيتس. ما علي غير اني بس اسوي ريبليسمنت يعني انا بعرف كيف شكل الاي او اي جيتس بالناند امبلمنتيشن او بالنور امبلمنتيشن بس عملية تبديل وتحريك الانفرترز وتبديل الفاريبلز اذا بدك من بي بيصير بي بار وبتستغني عن الانفرتر بس it is implied انك انت بتحتاج انفرتر. تمام any question. طيب نروح على الموضوع الاخير اللي هو برضو سمعنا عنه شوي بشابتر 2 اللي هو الXOR والXNOR functions او الXOR والXNOR gates. للي بتذكر معاي الXOR كانت عبارة عن gate جديدة بين two variables كان شكلها زي هيك مظبوط وكنا نرمز لها X Y هون كنا نقول this is input X this is input Y فالZ أو الoutput هو عبارة عن X exclusive or Y هيك كنا نكتبها. حكينا هذا اختصارا للإكسبريشن اللي هو إنه هذه عبارة عن X bar Y or X Y bar. هذا اللي حكيناه بشابتر 2 عن الXOR. حكينا عن الXNOR حكينا ببساطة الXNOR هي الكومبليمنت تبعت الXOR
اكس واي فهي كانت زد تساوي اكس اكسكلوسيف نور مع واي اللي هي الكومبلمنت تبع هذا الاكسبريشن اللي هي لو تسوي كومبلمنت لهذا الاكسبريشن راح يطلع اكس واي اور اكس بار واي بار على شكل سم اوف برودكت. فهذا اللي حكيناه عن التو فانكشنز بشابتر 2 اللي بدنا نستعرضه هون في هذا الشابتر مجموعه او يعني معلومات اضافيه عن هذول التو فانكشنز المهمات. هذول التو فانكشنز كثير مهمات لانه لما نيجي نصمم جيتس او فانكشنز ليتر راح تلاقي انه في كثير من الاكسبريشنز اللي بتطلع معنا عباره عن اكس اور اكسبريشن او عباره عن اكس نور اكسبريشن. فراح نتطلع على بعض البروبرتيز للاكس اور بعض البروبرتيز للاكس نور وتطبيق بسيط لاستخدام الاكس اور والاكس نور اللي هو في موضوع الباريتي جينيريشن والباريتي تشيكينج. فخلينا نتطلع على الاكس اور فانكشن. طبعا بالاضافه انه احنا راح نوسع الدسكشن راح يبطل الاكس اور بس بتوين تو فاريبلز راح نسوي اكس اور بتوين اكثر من تو فاريبلز. فاللي موجود قدامنا هون ببساطه هو تعريف الاكس اور اوبريشن زي ما كتبت قبل شوي اللي هي اكس اكسكلوسيف اور مع واي هي فعليا هذا الكلام جرافيكلي بنرمز لها بهذا الرمز. لو حاول ترسم اللوجيك دايجرام ترسم اللوجيك دايجرام للاكسبريشن اللي فوق راح يطلع معي بهذا الشكل. وعلى اليمين هو ببساطه الناند امبلمنتيشن الناند امبلمنتيشن للاكس اور زي ما شفنا قبل شوي. يعني هون بدلنا كل الاور والاند والانفرت بدلناها بناند امبلمنتيشن فما في شيء جديد هون. الاكس نور نفس الشيء اذا بنتذكر حكينا هي الكومبلمنت للاكس اور اللي هي رمزها بهذا الشكل وفعليا هي الكومبلمنت لهذا الاكسبريشن فهو بيطلع معي بهذا الشكل. This is the logic diagram and this is the implementation this is the implementation على بشكل شو اللي مسويه هون هذا هذا مش مظبوط الرسمه هذه نفس اللي فوق it should be something باستخدام الناند انا بظبطها هذه بس بظبطها لازم المفروض تكون implementation باستخدام الناند لانه هاي نفس الرسمه بتاعت الاكسور this is should be replaced with the NAND implementation او NOR implementation بس على سبيل المثال على سبيل المثال. طيب ايش بدنا نضيف على هاي المعلومات؟ بدنا نضيف بعض البروبرتيز للاكسور. فمثلا هذه هي التروث تيبل تبعت الاكسور واحنا عارفينها. بعض البروبرتيز انه x exclusive or with 0 x يعني لو اسوي x مع exclusive or اي فاريبل بسوي له x or مع صفر ولا زي كاني سويت شيء. كيف ممكن اثبت هذا الكلام؟ انا عم بحكي x exclusive or مع 0 نعود مرة واحد مرة زيرو بدنا نعود. يعني لو جيت اطلعت أنا شو تعريف الـ XOR؟ تعريف الـ XOR هو XY bar or X bar Y والآن الـ Y هي الزيرو مظبوط؟ فرح يصير عندي X and 0 bar or X bar and 0 مظبوط؟ شو تساوي هاي؟ X and 0 bar اللي هي X X bar and 0 اللي هي 0 تساوي X تمام. فاذا بيسكلي معظم البروبرتيز والايدنتيتيز اللي حنحطهم للاكس اور هون بقدر يعني اي كان بروف اعتمادا على تعريف الاكس اور فانكشن. فمثلا في عندي اكس اكسكلوسيف اور اور 1 تعطيني ايش؟ اكس بار. فنفس الشيء بقدر اني اثبتها بنفس الطريقه. فباجي بحكي هي اكس هي عبارة عن x 1 bar or x bar and 0 مظبوط هيك؟ ولا x bar and 1 x bar and 1 لأن أنا بسوي complement باخذ أول variable بسوي له and مع الكومبلمنت تبعه بعدين complement للأول and الثاني فهذه بتصير صفر وهذه بتطلع إيش؟ x bar. نفس الإشي في عندنا x exclusive or with x شو راح تصير هذه؟ x and x bar or x and x bar and x اللي هي بتطلع كم؟ 0. ف I can prove all of these x exclusive or with x bar تساوي 1 يعني there is no need to memorize them ما في داعي انك تتذكرهم. اوكي برضو هون برضو property ممكن تكون مفيدة انه x exclusive or مع y bar هي تساوي x bar exclusive or مع y
وفي النهاية هي إكس أور، يعني هي في النهاية شو ما سويت هي إكس بار واي إكس واي بار. تمام. موضوع الكوميوتاتيف والأسوشياتيف لو، الإكس أور إز كوميوتاتيف زيها زي الأند والأور، يعني إكس إكس إكلوسيف أور مع واي هي نفسها واي إكس أور مع إكس. موضوع الأسوشياتيشن، الإكس أور إز أسوشياتيف، يعني إحنا عرفنا الإكس أور على 3 variables، على 2 variables. How about لو كان عندي 3 variables 4 variables وبدأ سوي بناتهم إكس أور، ففعليا I can XOR the first two, then XOR the result with the third one. أو بقدر أخذ آخر اثنين وأخذ نتيجتهم أسوي لها XOR مع الأول. يعني ببساطة بقدر أكتبها زي هيك. بقدر أكتبها زي هيك. لو كانوا four variables نفس المبدأ. يعني it is associative يعني تجميعية. زي فهذا الكلام بسمح لي إني أرسم إشي زي هيك. إنه XOR بين 3 variables، بقدر أرسم XOR بين 10 variables، ما في مشكلة، لأنه بقدر أسوي evaluation لكل اثنين مع بعض، بعدين أخذ النتيجة وأسوي evaluation and so on. فهي النقطة مهمة جدا، وفعليا هي بتميز XOR عن XNOR. رح نشوف إنه XNOR is not associative. تمام؟ هدول properties زي ما حكيت ما في داعي إنك تحفظهم، يعني you can prove them، بس أنا بهمني لإشي رح نحكيه بشابتر 4 إنك تضلك متذكر معاي هدول أول تنتين رح نستخدمهم بشابتر 4. يعني يمكن هدول ما نستخدمهم، بس هدول التنتين يس رح نستخدمهم بمكان مهم جدا بشابتر 4، وتضلك متذكر معاي إنه it is associative الإكسور. طيب الإكسنور نفس الشيء، بما إنه الإكسنور الإكس نور هي الكومبليمنت تبع مين؟ تبع الإكس أور. فشو بتتوقع بالنسبة للبروبرتيز؟ كلهم ينعكسوا، كل إشي بينعكس، كل إشي في البروبرتيز بينعكس. تمام؟ فهون مش كتير صعبة إنه شو الأيدنتيتيز تبعت الإكس نور؟ هي الكومبليمنت تبعت الإكس أور، طبعاً مع تغيير الأوبريتر اللي موجود عندنا. طيب شو بالنسبة للكوميوتاتيف والأسوشياتيف؟ الإكس نور is كوميوتاتيف تبديلية، لكن الإكس نور is not associative. الإكس نور is not associative، يعني إذا عندي 3 variables وبدي أسوي إكس نور، لو أخذت أول اثنين مع بعض بعدين سويت إكس نور مع الثالث، لا ما رح يطلع الإشي اللي تحت. فإت is not associative. طب كيف ممكن أسوي إكس نور؟ هلأ إحنا مرات مسموح نرسمها زي هيك، ما في مشكلة. إكس نور يكون لها 3 input، فعلياً effectively ما بقدر أبنيها زي هيك، يعني ما بقدر أبنيها إنها إكس نور بين أول اثنين ومع إكس نور مع الثالث. فthis is wrong، لأنه هذا الرسم اللي رسمته معناها إنها it is associative، لكن هي مش associative. فكيف ممكن أبنيها هاي؟ هذه هي 3 input XOR followed by not. تمام؟ فهي نقطة مهمة إنه XNOR is not associative. طب لو بدي XNOR بين أكثر من 2 variables، ببساطة بجيب XOR بين أكثر من 2 variables بعدين بسوي not. أوكي؟ فهي النقطة مهمة جدا. فهذه هي the properties تبعت XOR والXNOR. أنا حاط لك إياها بالمربع الأصفر هاي عشان أنبهك إنه ما بقدر أسوي مرة تانية إشي زي هيك، حتى أبني أو أمثل XNOR operation بين 3 variables. This is wrong، لأنه هذا is not applicable. The associative law is not applicable على ال XNOR. تمام؟ طيب خليني بوقف هون، بكرة هيك 10-15 minutes مننهي الموضوع، منحكي عن ما تبقى من الـ XOR والـ XNOR. Alright.